ازيك يا حاجة؟ الله يبارك فيك. انت ام ايه؟ ام مين؟ ام احمد. ام احمد ايوه. انت عندك كام عيل؟ عندي 9. وجوزك فين؟ الله يرحمه. الله يرحمه عشان اديله 29 سنة. وجبت منه 9؟ ايوه. وهم فين بقى 9؟ اتجوز وكل واحد راح لحاله. اتجوز كل واحد قاعد لوحده. بس واضح ان جوزك توفى وسابهم صغيرين شوية. ايوه صغيرين. وانت اللي ربيتيهم؟ انا اللي ربيتهم. ولا عمامهم اللي ربوهم؟ لا ما حدش ربهم معايا. انت لوحدك؟ انا اللي ربيتهم لوحدي من فضل الله. انت بتشتغلي هنا؟ لا انا قاعده هنا خدمه. خدمه تبع مين يعني؟ تبع المشايخ تبع ربنا. يعني لوحدي كده بقالك كام سنه؟ انا بقول لك ادي لي 50 سنه هنا اهو. ايوه. ويعني وجوزك كان عايش كنت؟ ايوه كان هنا عايش وقال لي ما تسيبيش المكان. هو كان هنا برضو؟ ايوه كان هنا هو وابوه. انتوا واخدينه يعني عن أبوه. عن فلان عن فلان. ايه بقى شغلتك هنا يا حاج؟ مكنسه اما اغسل الكساوي. اما تغسلي الكساوي ديت؟ واما ارش حد يجي اخدمه. عاوزين ميه اجيب لهم. عاوزين اي حاجه اجيبها لهم. وتيجي امتى الصبح؟ اما اجي الساعه 7 في الصبح. اروح بعد العصر. بعد انت ساكنه قريب هنا؟ ايوه هنا تحت الطرق. ماشي بتروحي ماشي؟ ايوه يعني. بروح ماشي واجي ماشي. كويس. وبعدين بقى انت بتستني بقى اللي يجي لك الرزق من الناس اللي بتيجي تزور. هو ده الرزق بقى اللي يجيبه لك ربنا. بيدوه لي ربنا حسب ما يجيب ربنا بقى. ايوه بس كده. بس كده. في طلعات هنا معينه يعني في مناسبات الناس بتطلع؟ لا انا ما بجيش عند المناسبات. ما بجيش عند الطرب. لا هنا للمقام هنا؟ لا. مين اللي عاده بيجي يزور المقام هنا؟ الناس كثيره. ليه مولد؟ ليه مولد كل جمعه. كل جمعه؟ كل جمعه. ليه مولد كل جمعه؟ ايوه كل جمعه بزحمه. يجوا يصلوا الجمعه هنا ولا ايه؟ ايوه يجي يصلوا الجمعه في الجامع. يصلوا الجمعه في الجامع اللي بره. ومن قبل الجامع كانوا يصلوا في الجمام. في مسجد سيدي الجمام. وبعدين يجوا يزوروا. ايوه بعد كده يجي يزوروا يلفوا المشايخ كلها. اللي قدروا عليها ربنا يلقحوا في السنه. قرينا في كتب كده ان المزارات ديت ان في ناس تيجي تعملها قبل ما تروح الحج، هل ده صحيح؟ ايوه. يعني قبل ما يروح الحج؟ قبل ما يروح الحج يزوروا هنا. لازم يزوروا هنا؟ لازم يزوروا هنا. طب وزياره هنا ليها طقوس يا ابو احمد؟ قال لك اللي يزور البهنسه 7 مرات تتكتب له حجه. اللي يزور البهنسه؟ اللي يزور البهنسه 7 مرات. اللي هي الحته دي؟ اللي هي الحته دي. مش البهنسه كلها؟ كلها كلها كلها. ايوه. بس هنا في ناس اطهار موجودين. ايوه. وانت عارفه ان بره في ناس صحابه رسول الله مدفونه دلوقتي. انت عيالك كلهم مش الحمد لله اتجوزوا؟ ايوه. وقاعدين في بيوتهم؟ قاعدين في بيوتهم. انت قاعده لوحدك؟ قاعده لوحدي انا وبنتين مجوز. مالهم دول؟ معلماهم كلهم البنات معلماهم. علمتيهم جدعان؟ اي والله علمتهم. واخر البنات زين العابدين. يا سيدي يا سيدي. اخر البنات زين العابدين. سميت البنت زين العابدين؟ لا ده امال ايه اخر بنات زين العابدين؟ البنت الويت. الايه؟ ويت. سابوا ابوه ابن 19. سابوا ابوه ابن 19؟ ايوه. علمته وكبرته وجوزته. زين العابدين اسمه. زين العابدين وجوزته. في بنتين قاعدين معاكي لسه؟ ايوه بنتين لسه. ما اتجوزوش دول؟ لا ما اتجوزوش. وانتوا مبسوطين كويسين؟ الدخل اللي بيجي لك مننا كويس ساتر الدنيا. الحمد لله الحمد لله. بقبض المعاش بتاع الراجل 1000 جنيه. وعلى اللي بيجي على اللي بيجي هنا. كويس قوي الحمد لله. نحمد الله. عندك تلفزيون؟ عندي تلفزيون. بتتفرج على تلفزيون؟ حلو. بتتفرج على المسلسلات والافلام والحاجات دي؟ طب جدع جدع الحمد لله. كله كويس؟ كله كويس. مش متضايق انك انت بتشتغلي يعني طول عمرك في تراب؟ ما هي تراب برضه. ايوه. ايه اللي يعوز بتاع صفيحه ميه نوديها ده لما يبقى في دفنه ولا لما حاجة. يبقى في دفنه. يقول لي عاوزه شويه ميه. لا ما انا بسالك ام احمد، مش متضايق ان شغلتك في وسط حاجات يعني فيها حزن كل يوم؟ لا 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 مبسوطه الحمد لله. الحمد لله. قال لك ان ضاقت بيك الصدور اطلع للقبور. يا حلاوتك يا ام احمد يا حلاوتك. صحيح. ان ضاقت بيك الصدور اطلع للقبور. ولما بتقعدي بقى طول النهار هنا لوحدك كده بتقعدي تفكري في ايه بقى؟ بفكر في البنات. ايه مالهم بقى؟ عاوزه اتجوزهم. البنتين اللي فاضلين؟ البنتين اللي قاعدين. عندهم كام سنه؟ واحده اسمها رقيه. رقيه. وواحده اسمها ام العالمين. ام العالمين على اسم احمد الرفاعي. يا سيدي يا سيدي سميتيها ام العالمين اسمها كده ولا اسم الدلع؟ لا اسمها كده ام العالمين. ام العالمين. والاثنين بقى يعني سنهم صغير لسه؟ ايوه عندهم واحد عن واحده عندها 30 سنه وواحده عندها. الراجل ميت من 29 سنه. ايوه. من 27. 27 27 يعني فيهم واحده عندها 28 واحده عندها 29 عندها 30.
ما اتجوزوش؟ لا ما اتجوزوش. وده بالنسبه لكم في الصعيد مش لطيف يعني؟ لا مش كويس. مش سن ده كبير؟ سن كبير ايوه. بس هو جاي لها. طب هما بيشتغلوا؟ السواعي يشتغلوا وما سواعيش يشتغلوش. ايه سواعي وسواعي؟ اصل لا اصل كانوا بيطلعوا. انت عارف كلام البلد ده، لم بناتك، بناتك عيب، بناتك كاني. اهو ده اللي فالحين فيه، بس يلموا البنات ولا حد يساعد ولا حد يمد. لا بس يقولوا كلام. اهو كده هم بقى قعدتهم في البيت، جايبه لهم شويه حلاوه وشويه جلاطي، قاعدين في حنك الباب. في حنك الباب؟ في حنك الباب. في وش الباب يعني. قاعدين يبيعوا شويه جلاطي وبيكسبوا. الحمد لله. طب كويس. نحمد الله. يعني ما ربنا مخليهم لك يا ام احمد يقعدوا معاكي يونسوكي، بدل ما تقعدي لوحدك تكلمي نفسك. لا والله انا عاوزاهم يعدلوا ربنا. ايه؟ ما يهمكيش. لا. يهمني لما هي اخرتها معيشه اولها معيشه واخرتها الموت. ربنا يديكي طول العمر. الحمد لله. والولاد بيجوا لك؟ لا. ها؟ والله. لا قال على الله. بتاعت اللي بينا كلمة انا مش خليها على الله. الرجال راحوا فين؟ زين عابدين راح فين؟ لوحده مع مرته. مع مرته، كله مع مرته. المرة خدته منها. ايوه. الله يهدي سرهم. طب والتانيين؟ كله مع مرته. كله مع مرته. حتى البنات كمان. مش ازيك ياما هدية في البتاع؟ لا لا مفيش حاجة. حلوة بطاية وازاي؟ ولا بطاية ولا وازاي؟ مش بيشتغلوا كويسين؟ بحالهم. ما يضايقكيش دوت، ما دام هم كويسين خلاص. لا لا بس متضايقه انت. الحمد لله. الواد الصغير زين العابدين ما قاعد مع مراته ما بيجيش؟ قاعد مع مراته. ده كلام ينفع الكلام ده؟ والله الحمد لله. طيب براحتهم. هي اللي كله كده، كله معايشنا كده. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. نفسك في ايه يا ام احمد؟ وانت قاعده كده سرحانه تفكري في البنات وبتاع، غير جواز البنات. نفسه حج. كويس. ما انت ما عليكيش حج. قال لي ما عندوش استطاعه، ما عندوش حج. هي جاتني مره واثنين بس، انا قلت لا، ما كانت ام جوزي وامي معايا. كانوا عايشين معايا ام جوزي وامي. ما قدرتيش تطلعي حج؟ ما قدرت. جات لك القرعه مرتين؟ ايوه جاتني مرتين. قلت له تعالى، مسكته من ايده، قلت له اسيب دي ولا اسيب دي؟ ده المرحوم جوزك ده؟ لا مش مال مين؟ امال بتاع القرعة؟ الناس اللي بتاع القرعة. قلت له سيب العامية ولا سيب المكسحة؟ قال لي بس بس بس، ده انت حجة لوحدك. صح، انت عاملة حج لوحدك، عاملة حج مع العامية وحج مع المكسحة. قلت له سيب دي ولا سيب دي؟ كانوا الاثنين مع بعض؟ مع بعض معايا. ايوه معايا. امك وام جوزك؟ هي جوزك مات قبل امه؟ ايوه. يعني مات وساب لك امه؟ ايوه مات وساب لامه. قعدتي معاه لغاية ما توفى؟ بس مات في حادثة. لا حول الله يا رب. بعدين امه قعدت معاك؟ ايوه قعدت معايا. ده ما كانش ليه اخوات؟ لا مالوش اخوات. اخوات بس وحش. اخو ابنها جاي ياخدها، قلت له لا يا حبيبي ما اكلهاش لحم وارميها عطل. يا سلام. ايوه. عرفت ان مش هتتبسط هناك؟ لا مش هتتبسط، عشان كان كنا في البيت في العيله وكان بيقتلها. يقتلها ازاي؟ بيقتلها، يزحها برجله ويضربها. ابنها؟ هو في كده في الصعيد؟ في. في. الناس مش لكن كويس. ابني كان جوزي كان بيراعيها ويحميها ويصرح لها. رحت انت اي مطرح ابويا؟ ايه والله انت جدع معاها. والله. وامك بقى بعديها برضو مين اللي مات الاول، حماتك ولا امك؟ حماتي اللي ماتت قبلها. وبعدين امك بقى؟ وبعدين امي. امك ما كانتش بتمشي؟ لا كانت ضريره. لا انت حياتك كانت سعيده قوي يا ام احمد. الحمد لله. حياتك كانت مشرقه. الحمد لله. الحمد لله يعني. وربنا مدينا على قد نيتي. صحيح. طيب يا ام احمد السلام عليكم. متشكرين. العفو. الف شكر. السلام عليكم.